اليوم الحكم ما في حكم، اليوم في بدل الحكم هدية. برجر بالافوكادو، برجر بالشمندر، برجر بالرمان. شو الخرابيط اللي انت قاعد تدور عليها؟ علمني. ادور مطعم برجر. انا اشوفك تدور محل عصيرات، بس دامها برجر خلي البرجر لاهله. والله عندي لك توصيه مطعم برجر ولا غلطه، بس ها طلب عندي، الحساب عندك. الحساب يوم الحساب يا حبيبي. تعجبني المطاعم اللي تهتم بالتفاصيل وتحرص على تقديم طعام بافضل المكونات والمعايير. لهذا السبب اخترت ريف برجر، اللي يتميز بجودة الأصناف وتنوع المنتجات، وكذلك المطعم عنده مخبز خاص لإعداد الخبز بشكل يومي حتى يحافظ على جودة طبق متكاملة. يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من يلا تيست. أنا أتوقع الحين عارفين ليش أنا اخترت مطعم ريف برجر، ولا يا أحمد؟ والله شف الصدق الشكل يشهي، الريحة هوهوه، بس خلونا نجرب التجربة غير برهان. One hour later. والله غريبة يطلع منها هالمطاعم، والله غريبة، بس أنا بختار برجر HD، برجر كبير وجوسي، من النوع اللي ما يحتاج تخونه مع برجر ثاني، الحالة يكفي ويوفي. حبيبي أحمد أنا أقدر ثقتك هذه في اختياري، بس تعرفني أنا راعي دجاج، أنا يعني عشان كذا اخترت كريسبي تشيكن، صراحة عجبتني كثير، وهي الطبق اللي راح أوصل فيه الجولدن ديش. شفي لذيذة تشيكن، بس الكبير كبير. طيب اشهر طباخ في العالم، طباخ مره معصب وده يطقك طق، بس براك دايم عصب. غلط غلط غلط، نزل. اوكي طيب اوكي، فنان يطقون على تذاكره قبل فتره، كل الفنانين في الرياض طقون تذاكرهم. فنان رومانسي هادي كذا حلو. كل الفنانين رومانسيين، راشد رومانسي، عبد المجيد رومانسي، مين بعد؟ اوكي عبد المجيد صح عليه، صح. ايه اوكي نزل تحت، حلو. طيب اوكي، نادي من أندية السعودية، نادي له سمعة قوية، جاي من نفس المطعم هذا، من نفس. أوكي المطعم من حايل، نادي الجبلين في حايل. لا لا غلط، الطاي نزل. أوتش أوكي اللي بعده. طيب واحد غير محبوب كثير، دائما عصبي وده يطقك بالدقيقة بالثانية باللحظة. أنت واحد شبه لي. ما أعرف أحد غيرك، هو معانا أكيد صح؟ أكيد. أجل أنت خلاص صح. غلط. يلا اوتش، مين كان اخر واحد؟ المخرج. المخرج فعلا. اوكي مره سهل، يلا احمد. مسلسل رمضاني السعودي. مسلسل رمضاني طاش مطاش، ما اعرف مين حط لاش. طيب اوكي. طيب فنان شعبي سعودي، كل اغاني حزن يعني. فهد بن سعيد. غلط. شيء ما تقدر تطلع من هالايام اللي هو لازم يكون معاك. جوال. غلط. شيء المطاعم لاكشري كلها صارت تحطه الفترة الأخيرة هو قريب من الفقع. شو اسمه؟ ترافل. ترافل صح. أنا دقيقة دقيقة، 2-1. أنا ما أعرف من حاط لاكشري، 2-1 طاش مطاش وكمام يعني. ما أقدر أتناقش مع شخص جاهل، أنا فكري فائق. عليش 2-1. يلا ألف مبروك يا أحمد، يعني تعرف الحياة فيها فوز وخسارة، احنا نبارك لك هذه الحلقة إن شاء الله. الله يبارك فيك، وعلشان روحك الرياضية الحلوة هذه والمطعم الأحلى، هالمرة ما في مننا أحد خسران، اليوم الحكم ما في حكم، اليوم في بدل الحكم هدية، وهدية طبعاً هدية. إي هدية حلوة وجميلة، بس أبغى منك إيش؟ تغمض عينك، غمض عينك، أنا دقائق رايح أجيب الهدية لك وأرجع. يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك. مخرج هذا ما أدري وش الهدية اللي هو جايبها، كم وزن هديته؟ جايك جايك، صح أنك صبغت شعري صبغت أذني، بس أنا هالمرة أبصبغ وجهك. والله أنا قايل لهالبعير. هالبعير هديته ما تطمن، حاقد من آخر حلقتين، لكن الوعد الحلقة الجاية شاركونا أنا وش ممكن أسوي في الحلقة الجاية، ما نبغى تشاركونا إيش، بس أوكي هذه كانت تجربتنا من مطعم ريف، شاركونا كومنتك، شاركونا منشن. يلا مع السلامة.